في كرة القدم يوجد نجوم وفيها أيضاً صناع النجوم، فيها الجواهرجي الذي يعرف الذهب بمجرد رؤيته، وفيها المدرب المتعلم المتأهل الفاهم لما يقوم به على أسس علمية سليمة. ومن صناع النجوم العظام وجواهرجية كرة القدم وعلمائها الدكتور عمرو أبو المجد، أستاذ كرة القدم في كلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، وصاحب المشوار الطويل مع النادي الأهلي سواء في قطاع الناشئين أو الفريق الأول بجانب فرق وأندية أخرى. الدكتور عمرو أبو المجد شخصية مليئة بالحكايات والإنجازات، له بصمته الكبيرة على الكثير من نجوم كرة القدم داخل النادي الأهلي وخارجه. الدكتور عمرو أبو المجد واحد من القلائل الذين طبقوا علم كرة القدم على أرض الواقع، له أفكاره ودراساته وكتبه وأبحاثه، وله تجاربه التدريبية مع الصغار والكبار، مشوار طويل بدأ منذ السبعينيات وما زال يواصل العطاء حتى الآن. دكتور أبو المجد كثيرا ما صنع المجد. الليلة يحل ضيفا على المجري في استعراض قوي لعلم كرة القدم وتدريباتها وفنونها وإدارتها. أهلا بك دكتور عمرو على شاشة الأهلي.